مرحبا يا أصدقاء، أهلا وسهلا فيكم بأسبوع جديد وفيديو جديد من The Lighting Hub. زي ما وعدناكم رح نبلش اليوم بأول توتوريال لبرنامج الديالوكس. برنامج الدايلكس زي ما حكينا من قبل هو برنامج مختص بقياس شدة الإضاءة وعمل تصاميم مختصة بالإنارة. حنبلش اليوم نتعرف كيف ننزل هذا البرنامج وشو هي الانترفيس الأساسية للبرنامج بعد ما ينزل. خلينا نبلش مع بعض وننزل برنامج الدايلكس من الويب سايت dialux.com. هاي الصفحة الرئيسية للبرنامج، هنلاقيها بنروح طبعا على الداونلود. بيكون في عنا تو سوفتويرز، اما دايلكس 9 اللي هو احدث فيرجن من الدايلكس، دايلكس ايفو 9 او الدايلكس 4. احنا رح نتعلم مع بعض الدايلكس ايفو 9. نضغط على هاي اللينك ولحاله رح ينزلنا الفايل اللي رح نعمل من خلاله انستول على الجهاز. نلاحظ هون بلش ينزل اللينك. بعد ما يخلص تنزيل حنلاقي الفايل بالداونلودز، دبل كليك نختار يس. رح يبلش البرنامج يعمل انستول، نيكست طبعا نعمل اجري، وبنختار وين المكان اللي بدنا نسيب فيه هذا الفايل تبع الديالوكس. مثلا هون مسيب على السي بالبروجرام فايلز. نيكست، ورح يبلش البرنامج ينزل وينعمل له انستول على الجهاز. بعد ما يخلص رح نعمل فينش، بيكون خلص انستول للبرنامج وبيكون نزل شورت كات على الديسكتوب. نشغل البرنامج مع بعض. بداية راح تطلع لنا هاي الشاشة، بنختار اول شيء شو هو الاندستري اللي احنا بنشتغل فيه. هل مثلا زي هون محطوط اللايت ديزاين فيرم، ممكن engineering، يعني بنختار احنا شو نوعية شغلنا او شو المجال اللي عم نشتغل فيه. رح نخلينا على light design firm وبنعمل send. طبعا نقدر برضو نعمل cancel، مش مشكلة. هاي الشاشة الرئيسية للبرنامج، في عنا 3 windows: create new project، edit existing project، وال other topics. ال other topics مش كتير رح نهتم فيها لانه هي لها دخل ب إذا بدنا نختار مانيفاكتشرر معين أو في أسئلة بدنا نبعتها للديالوكس نفسهم، فهاي مش كتير رح نهتم فيها. أهم إشي هدول التو ويندوز. نكريت نيو بروجكت، بنختار فيها شو نوع البروجكت اللي إحنا شغالين عليه. هل هو outdoor and building planning؟ هل إحنا بدنا نعمل import لأوتوكاد بلان وبعدين نشتغل عليها؟ الروم بلانينج والسيمبل اندور بلانينج هدول تقريبا زي بعض، بنعمل عن طريقهم ديزاين لغرفة واحدة بأبعاد محددة، طول وعرض وارتفاع احنا بيكون موجودين عنا، فبنعمل لهاي الغرفة ديزاين. رح نجرب هذا الاوبشن في فيديو لاحق. او الستريت لايتينج اذا بدنا نعمل ديزاين لشارع والاضاءة تبعته. الايديت اكزيستينج بروجيكتس، إذا أول مرة حتنزلوا البرنامج حيكون عندكم فارغ ما فيه أي بروجكت قديم، ببين لنا شو هي المشاريع اللي اشتغلناها من قبل، آخر إشي اشتغلناه بطلعنا هون باللست، مشان إذا أسهلنا إنه إحنا عطول نختار مثلا البروجكت اللي اشتغلنا عليه مؤخرا. الـ Outdoor and Building Planning بنقدر عن طريقها نعمل ديزاين براحتنا بالطريقة اللي إحنا بدنا إياها، ما بنكون مقيدين مثلا بـ AutoCAD Drawing.
مع العلم انه برضو لو اخترنا هذا الاوبشن بنقدر نعمل امبورت للاوتوكاد دروينج، بس بداية لما نبلش بهذا الاوبشن اللي هو الاوتدور اند بيلدينج بلاننج بنقدر نعمل اور اون ديزاين بالطريقة اللي بدنا اياها، نعمل المبنى بالابعاد اللي بدنا اياها، الغرف اللي احنا بنحتاجها والاوتدور سين اللي ببالنا. الامبورت بلان زي ما حكينا هي بدنا نعمل امبورت للاوتوكاد اللي عن طريقه بنقدر نحدد ونبني العماره تبعتنا او المبنى تبعنا، وبنعمل الاوتدور اللي حواليه بناء على البلان الموجوده. فخلينا مثلا نختار اوبشن الامبورت بلان، لانه يعني اغلب الديزاينز حتكون حنعمل امبورت للبلان تبعتنا، تكون البلان جاهزه ان كان لايتنج بلان او بلان مثلا اركيتكتشرال بس فاضيه او انتيرير فيها الفرنتشر والحيطان وهاي القصص ما فيها اي لايتنج، فهدول البلانز احنا اللي حنشتغل عليهم. بنعمل امبورت بلان، بنختار الفايل اللي احنا موجود فيه البلان تبعتنا، مثلا هذا الفايل انا بدي اياه. طبعا لازم ننبه انه اذا كان عندنا دايلوكس 8 او الاقل منه ما رح يستقبل الاوتوكاد اذا كان سيفد على 2018 واعلى من هيك، لازم نعمل سيف از للاوتوكاد بفيرجن اقل، يعني 2013 او اقل من هيك حتى يتعرف عليه البرنامج. بنلاحظ هون نزلت عنا البلان ولكن لسه ما بنقدر نعمل اي مبنى او اي شيء عليها. هون بصير عنا الكونفيجريشن اوف ذا بلان، يعني بدنا نجهز هاي البلان حتى نشتغل عليها. بداية رح نختار الـ origin والـ rotation، يعني وين نقطة الصفر صفر لهاي البلان احنا بنختارها او بنخليها على الديفولت، لان يعني هو يختارها بالمكان اللي حاطه هو. مثلا لو بدنا نغير بنختار نقطة الصفر صفر بهاي النقطة، والـ rotation اما بدنا البلان مثلا تلف معنا ما بدنا اياها بهاي الطريقة straight، بما انه هاي البلان straight فبنخليها بالشكل اللي هي عليه. هيك اخترنا نقطة الصفر أو الأوريجن. هلأ رح نختار اليونت أو السكيل اللي معمول عليه أو مرسومة فيه هاي الدروينج. في عنا أكتر من يونت بنقدر نختارها، إما كيلومترز، ميترز، المليمتر، كل هاي اليونت إن كيس هاي البلان معمولة بواحدة من هدول اليونت بنقدر نلاقيهم فيها. مثلا نفترض إنه هاي البلان مرسومة بالسنتيمتر، يعني الوحدة المستخدمة فيها سنتيمتر، بس أنا مو متأكدة من هذا الموضوع. إذا كنت متأكدة خلص نعمل فينش ونبلش شغل، إذا مو متأكدة بنختار option check length ومنروح لأي شيء معروف الطول تبعه أو معروف القياس تبعه. غالبا نختار الأبواب لأنه الأبواب الفتحة تبعتها بتكون إما 1 متر، يعني بين 90 سنتي والواحد متر. فمثلاً نختار هذا الباب ونبلش 1 click على أول جهة منه والكليك الثانية على الجهة الثانية. طلع لي هون إنه حسب الاختيار اللي أنا اخترته اللي هو بالسنتيمترز، إنه اليونت المستخدمة هي سنتيمترز، فطلع لي إنه أنا القياس اللي أخدته 0.01 متر، وهذا الاشي اكيد مش منطقي ومش صحيح، فبالتالي بدنا اياها تتغير انه يكون هذا اللينث لازم يكون 1 متر. نختار 1 متر وبنعمل فينش. هيك بيكون عملنا امبورت للبلان بالطريقة الصحيحة. بنلاحظ هون اليونت غيرها للميترز لأنها كانت بالسنتيمتر وهذا الإشي مش صحيح، هي بالميترز. الكوردينيشن سيستم اللي هي زي ما حكينا نقطة الصفر غيرها ليوزر ديفايند لأنه إحنا اللي اخترنا وين نقطة الصفر صفر، وهي بالأماكن أو الكوردينيتس هدول. والروتيشن للبلان ما غيرنا اللفة تبعتها أو الزاوية تبعتها، ضلت على نفس الرسمة اللي هي صفر صفر. ممكن كمان نقدر نعمل البلان موف، نحرك مكان هاي البلان من نقطة لنقطة. فمثلا لو اخترنا الموف بلان ونختار اي نقطة بدنا نحركها منها، مثلا من هاي النقطة بدي اياها تروح لهون،
فتحركت معي البلان للنقطة اللي أنا اخترتها، ومنلاحظ إنه الكوردينيتس أو الأوريجين 00 لسه بنفس المنطقة. Ctrl Z إذا إحنا بدنا نعمل أندو. كمان أوبشن ممكن نغيره على البلان اللي هو اللايرز. اللايرز هنا بنزلنا كل اللايرات الموجودة بالأوتوكاد بلان، نقدر عن طريقها نطفي أو نضوي أي لاير بدنا إياها، نغيرهم، نغير الألوان تبعتهم. مثلا هاي نختارها لون أحمر. أي شيء بنعمله بالأوتوكاد على تغيير اللايرز نقدر نعمله هون، من حيث إنه نطفيها أو نخليها، أو من حيث تغيير الكولر تبعها. نتمنى يكون فيديو اليوم والمقدمة البسيطة اللي عملناها لبرنامج الدايلوكس مفيدة لكم. تعلمنا اليوم كيف نعمل داونلود للبرنامج، وكيف نعمل امبورت للدي دبليو جي بلان او الاوتوكاد بلانز. استنونا بالفيديوهات الجاي مشان نكمل بالتوتوريالز لبرنامج الدايلوكس، هندخل ان ديتيلز بكثير اشياء، فخليكم معنا واستنونا. ما تنسوا تعملونا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، وفولو لأكاونتاتنا بفيسبوك وانستغرام. لحد ما ننزل الفيديو الجاي ضلوا بخير وبأمان، واستنونا. سلام.